في محافظة عنيزة عمل جاد لتحويل سوق التمر إلى حاضنة أعمال وتدريب ميداني للأجيال الشابة بهدف صناعة جيل جديد من التجار. طبعا هؤلاء هم ثمرة المهرجان صحيح، وهم سواعد هذا المهرجان، وهي أيضا من ضمن خطتنا بأن تحل السعودة في السوق ويستفيدوا هم من الطاقات، مع أيضا وجود وفرة السوق أيضا حتى العمالة، يعني يكون لهم أيضا مصدر رزق، والحمد لله هذا مجال واسع. إذن يستمر التطبيق العملي لمدة يوم واحد قابل للتكرار، يخضع فيه الشاب لتجربة استثمار رأس مال صغير في شراء وبيع كمية تمر، ثم يعود إلى داره بربح بعد إعادة رأس المال. مكسب بعت يمكن بعض يوم مكسب على حسب 150 مرة 100 مرة 50 مرة 60 على 70، كل يوم تختلف المكسب. كل يوم رأس المال ولا ما جبت؟ لا جبته ورديته. ومثل مدن عدة في المملكة تراهن عنيزة على شبابها بتحفيز اتجاهات وميول التجارة لديهم، ربما لعلمهم أن المجتمعات المنشغلة في مجالات التجارة تحقق تصاعدا ماليا وحضاريا أكثر علوا وتنوعا من المجتمعات المرتهنة لعقيدة الوظيفة والدخل المحدود. تبع المهرجان كراتين لهم رأس المال ولي المكسب، أنا أبيع على شو اسمه الحبة على ريال، وآخر شيء يمكن آخر شهر كذا لهم رأس المال ولي المكسب أنا. ربما مرت كاميرا العربية هذا اليوم مرورا سريعا على وجه شاب يخوض تجربة، ثم بعد سنوات ستلاحقه كل وسائل الإعلام بصفته أحد أباطرة المال، فربما كبار التجار ينطلقون من حبة تمر صغيرة. من عنيزة، سعود الخلف، العربية.